السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار حلقة التوعية القانونية اللي كنقوم بها في هذه القناة، غنتناول اليوم وغنطرق اليوم لواحد العلاقة القانونية، واحد العقد القانوني اللي الكثير من المتتبعين والمشاهدين كيبغيو يعرفوا المقتضيات القانونية اللي كتنظمو، وكيتعلق الأمر بعقد الكراء المحلات المعدة للسكنة أو الاستعمال المهني، وهي من بين العقود اللي مستعملة بزاف في الحياة العامة، اللي غالبا أنها كتواجد يعني بعد عقد البيع، يعني من بين العقود اللي كثيرة الانتشار والاستعمال، بحكم العلاقة اللي كتربط ما بين المكتارين والمكرين للمحلات المعدة أو المحلات المستعملة للسكنة والاستعمال المهني. لذلك فإن القانون اللي كينظم هذا العقد اللي هو عقد الكراء السكني والمهني هو القانون 1267. هذا القانون اللي جا ودخل تعديلات على مجموعة من القوانين اللي كانت كتنظم هذا المجال قبل منه، وجاب قواعد جديدة اللي مفروض أنها كتطبق الآن على هذا العقد الكراء المحلات المستعملة للسكنة والاستعمال المهني. ومن بين أهم النقاط اللي المفروض يخص يعرفها المشاهد والمتبع لهذه القناة، وعقد كراء المحلات المستعملة للسكنة والاستعمال المهني أصبح من العقود الشكلية، بمعنى أنك تطلب الكتابة. قبل ما هذا القانون كانت هذا العقد من العقود الرضائية، بمجرد ما كتوجد رضائية لإيجاب القبول بين الطرفين كتأسس عقد الكراء عقد الكراء السكني والمهني. بالنسبة لهذا القانون اشترط أن تكون الكتابة، بمعنى أنه هذا العقد أو العلاقة القانونية ديال الكراء المحلات المستعملة للسكنة والاستعمال المهني مفروض أن تكون في عقد مكتوب أو محرر مكتوب ثابت التاريخ. هذا العقد المكتوب أو المحرر المكتوب من طبيعة الحال هذا القانون ديال 1267 أشار إلى المسائل اللي خص تكون في هذا العقد اللي مفروض تكون بين الطرفي العلاقة القانونية اللي هما المكري والمكتري، وكذلك وصف للمحل موضوع الكراء. إذا غتلاحظوا بأن القانون لا كيشترط تواجد هذا العقد المكتوب. النقطة الأخرى اللي ربما تبغيو المشاهدين والمتبعين للقناة يعرفوها هو كيفاش يمكن أنه تنهى هذا العقد، يعني إذا كان هذا العقد موجود كيفاش يمكن ننهيه. كاين مثلا بين الاشياء اللي ربما اللي خاطئه وسجلها واللي موجوده في الواقع هو ان العقد ممكن يكون محدد مده، في حين ان النص القانوني كيشترط انه هذا النوع من العقود ما يمكنش تفسخها ولا طلب بافراغ المكتري الا باحترام المقتضيات او القواعد اللي جا بها هذا القانون ديال 1267. طبيعه الحال هذا القانون كيقول تيرس كذلك على ان عقد الكراء كيستمر مع المكتري واخا المكري يبيع العقار اللي في هذا المحل المكترى ديال السكنه، واشترط انه تكون هناك حوار الحق، بمعنى انه البائع او المشتري الجديد للعقار خاصو يخبر المكتري بانه اصبح هو الملك الجديد والمكري الجديد لهذا العقار، في اطار يعني كيبلغوا بطريقه قانونيه في اطار مقتضيات المواد 37 38 39 من قانون الصرامه المدنيه اللي كتنص على طرق تبليغ هذا النوع من المسائل القانونيه. كنجيو الان فيما يخص استمرار العقد. العقد كيستمر مع المكتري وينتهي بوفاه المكتري، في حين انه هذا القانون نص على انه كيستمر العقد مع اشخاص شار لهم اللي هو زوج المكتري المتوفى وفروعهم بطبيعه الحال اللي كانوا أو لا الأشخاص اللي تحت الكفالة ديالو عن طريق عقد الكفالة اللي كانوا عايشين معاه بالفعل في المحل أثناء الوفاة، يعني عايشين تحت الكفالة ديالو. ما دون ذلك فأن الشخص اللي كيتواجد بعد وفاة في المحل بعد وفاة المكتري فيمكن سلوك مصدر ديال الطرد محتمل بالمستند في الطلب الاستعجالي من طرف مالك العقار ومن طرف المكري. إذا نجيو الآن فيما يخص طريقة إنهاء هذا النوع من العقود. طبيعة الحال هذا القانون نص على أنه كتنتهي هذه العقود بالحالات المنصوص عليها في هذا القانون. من بين هذه الحالات هو أنه
إلا كان إلا كان المالك العقار أو المكري بغى الاستعمال الشخصي أو الاحتياج، ونص كذلك على الحياة اللي يمكن أنه يلتمس الاسترجاع ديالو للاحتياج عن طريق توجيه إنذار كيتضمن طبيعة الحال السبب اللي غادي على أساسه بغي يفسخ أو بغي يفرغ هذا المكتري، وكذلك يشير إلى الأسباب كما قلت، ويشير كذلك إلى الأجل اللي كيتعطى ليه اللي هو شهرين من تاريخ التبليغ، وكذلك يشير إلى أنه يريد إفراغ هذا المحل المكرى للمعد للسكن والاستعمال المهني بجميع مرافقه. إذا بطبيعة الحال ملي كتوفر هاد المعطيات كيمكن أنه داك الصعيب يمكن يدير طلب المصدقة عن ضرب الإفراغ. إذا الحالات اللي نص عليها القانون فيما يخص إنهاء هذا العقد أو المصادقة على الإنذار بالإفراغ هو الحالة الاحتياج اللي شرنا لها اللي كتطلب بالدفع إلى الشيء اللي شرنا ليه اللي عنده علاقة بالإنذار، أنه توفر حالة شرطين، هو أنه يكون مالك العقار ولا المكري تيملك هذا العقار لأكثر من سنة 18 شهر يعني تقريبا سنة ونصف، وكذلك أن يثبت بأنه محتاج هذا المحل اللي هو شخصيا او لا احد الابناء ديالو او الاصول ديالو او الفروع ديالو الى الدرجه الفروع ديال المباشرين يعني الابناء ديالو، وكذلك الاشخاص اللي كتربطوا معاهم عقد كفاله في اطار القانون او كينظمها القانون بطبيعه الحال، بالاضافه الى الحاله اللي كيكون فيها انه يهدموا عاده البناء اللي كيكون مثلا الملك العقار باغي يهدم هذا المحل ويعود البناء ديالو، ولا باغي يدخل عليه تعديلات مهمة جدا كتطلب إفراغ هذا المكتري، والحالة اللي كتكون فيها تماطل يعني أن في الحالات اللي كيأديش فيها المكتري الأقساط الكرائية بعد الإنذار اللي كيوجه ليه واللي كيعطيه أجل 15 يوم باش يمكن يأدي هذا الكراء. إذا هذه الحالات هي اللي كيمكن أنها يدار فيها مسطرة ديال الإفراغ عن يعني طريق مصدقة على الإنذار بالإفراغ، والإنذار بالإفراغ من طبيعة الحال شرنا لها هو أنه يتشار فيه لهذا الإنذار للسبب والأجل وإفراغ المحل بجميع محتوياته. إذا هذه الحالات، لكن حالات أخرى اللي عندها علاقة بفسخ العقد اللي شرنا لها القانون كيمكن تفسخ هذا عقد الكراء للمحلات المستعملة للاستعمال السكني والمهني في الحالة كما قلنا في الأول وفاة المكتري باستثناء الحالة اللي عندها علاقة باستمرار العقد مع الأشخاص المتواجدين معه سواء أصوله أو فروعه أو زوجه أو اللي كيتواجدوا معاه في المحل وكانوا تحت الكفالة ديالو، ما دون ذلك فكيمكن أنه المكري يلجأ مسطرة ديال الطرد محتد بن سداد. وكاين حالات أخرى اللي كيكون فيها الفسخ بقوة القانون، هو اللي كيستعمل مثلا المكتري ديك المحل لغير ما أعد له مثلا إلا خادو باش يسكن فيه من بعد كيمارس فيه التجاره ولا كيدير فيها شي اشياء اخرى اللي انها ما موافقاش مع بنود العقد. كاين الحاله الاخرى اللي كيمكن انه يدخل تعديلات او لا هدم او يدخل اصلاحات ضخمه وتعديل على المحل دون موافقه المالك، هذيك كيمكن ان تنتهي بفسخ العقد. اذا غتلاحظوا بانه هذه الحالات اللي عندها علاقه بانهاء العلاقة القانونية وإنهاء عقد الكراء ديال المحلات المستعملة للسكنة والاستعمال المهني. إذا نعيد بأن هذا العقد من طبيعة الحال الآن القانون كيشترط بأنه يكون عقد مكتوب، ومن طبيعة الحال هذا العقد ما يمكنش أنك تفسخه ولا توجه فيه انضرب الإفراغ إلا في الحالات اللي نص عليها القانون، وخا كيكون هناك شرط مخالف في العقد فلا بد من سلوك هذه الإجراءات اللي كنص عليها القانون 1267، وهي ان توجه انذار بالافراغ وتشير فيه السبب اللي على اساسه باغي تفرغ هذا المكتري، وتشير كذلك المرافق ديال اللي انك باغي تفرغها يعني مشتملات هذه الشقه ولا هذا المحل ككل، وكذلك تشير الى شهرين اللي كتعطيهم لهذا المكتري باش يمكن انه يفرغ ويمكن تلهي العلاقه القانونيه. بطبيعه الحال لما مرت هذه الشهرين بدون افراغ يمكن تمشي الدعوه ديال المصدقة على الإنذار بالإفراغ للأسباب التي شرت لها في العقد. بطبيعة الحال هنا المحكمة المختصة اللي بتفتح هذا النوع من النزاعات هي المحاكم الابتدائية لمكان تواجد المحل المكرى يعني الشقة أو المحل المكرى للاستعمال المهني للاستعمال السكني أو الاستعمال المهني. إذا
غتلاحظوا بانه هذه المقتضيات باختصار شديد هي اللي عندها علاقه الان بعقد كراء المحلات المعده للاستعمال السكني والاستعمال المهني، واللي القانون شار فيها الى طبيعه العقد اللي المفروض يكون مكتوب، وشار لي كذلك الاجراءات اللي المفروض انه يقوم بها المكري او مالك العقار الا بغى يفسخ او لا ينهي هذه العلاقه القانونية عقد او عقد كراء محلات المستعمله للسكنه والاستعمال المهني. اذا باختصار شديد هذه هي النقاط اللي عندها علاقه بعقد كراء الاستعمال السكني والمهني، ونشكر جميع المتبعين لهذه القناه على مواصلتهم وتتبعهم، وكذلك الاشاره الى كل ما له علاقه بالقانون للمراد ان يكون في تكون موضوع نقاش في الفيديوهات او المباشرات المقبله. وشكرا لكم على المتابعه.